تواصل لأعمال القمة الأوروبية في بروكسل لليوم الثاني على التوالي، والموضوع البريطاني يطغى على جدول أعمال القمة. أحرزنا بعض التقدم لكن لا اتفاق بعد. سبق وأعلنا أن الاتفاق منوط بحصول بريطانيا على طلباتها. هذا ما قاله رئيس وزراء بريطانيا قبل الدخول إلى القمة هذا الصباح. من جهته الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كرر اليوم الموقف الفرنسي الذي أعلنه بالأمس. لقد تم تبادل المقترحات بين القادة، أما بما يخص فرنسا فلدينا إرادة بإحياء قواعد مالية تسري على الجميع في كل أنحاء أوروبا دون حق للنقد. الجدير بالذكر أن فرنسا وبلجيكا ولوكسمبور هي دول متوافقة بما يخص القواعد المالية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يتمتع أي بلد من خارج منطقة اليورو باستراتيجية مقابلة لاستراتيجية منطقة اليورو. يقول من يورو نيوز جيرو شاندور: بريطانيا تقدمت بالأمس بمطالب جديدة حول التقديمات الاجتماعية المخصصة للاجئين، مما جعل المفاوضات أكثر صعوبة، وإذا تم الاتفاق اليوم فستعقد الحكومة البريطانية اجتماعا استثنائيا لإعلان موعد الاستفتاء. جيرو شاندور، يورو نيوز، بروكسل.